يا هلا يا هلا بعلي الديك. يا هلا بعادل. علي ليش هالناس بتحبك؟ والله يعني عادل لك بدي اقول لك شغلي، انا شخص مرضي، مرضي الوالدين، وانا بوصي الكون كله لك. كيف العالم بتحبك؟ لانك انت مرضي. انا بعرف انك مرضي كثير لامك ولبيك، وانا مثلك، انا مرضي الوالدين كثير ومرضي للعالم اللي بحبين، وما بتمنى حدا يزعل مني ان شاء الله مين ما كان يكون، وبحب الله كثير يعني. انا بنزوي انا وربي كل يوم بتوسل له وبحكي له شو صاير معي، والحمد لله رب العالمين، وصادق مع العالم، صح ولا لا؟ ما بعرف اكذب، بتصدق ما بعرف بكذب ولا بعرف بمثل يعني، لا هون لا على الشاشه ولا بالشارع ولا بالبيت ولا يعني. اللي بيشوفني هون يا مع عالم بيشوفوني بيقول لي يا اخي انت نفس الشيء. بقول له يعني شو شفتني وانا عم احكي لك بالفصحى؟ نفس القصه، هاي الترتيبي، ما بكذب على العالم، بحكي هون اللي بيطلع من هون بيحترموه العالم كثير، بس كون صادق فيه يا حبيبي. ما ضروري تمثل على العالم. اي والله تنظر. يعني اذا اللي بيطلع من هون صادق، كيف بس يطلع من هون؟ يا ويله يا ويله يا ويله. امنت لك انا، امنت لك. شو بدك تعمل بقى اليوم؟ اليوم بعدين عندنا، اليوم عندنا عندنا حرب كبيره انا وعادل في محاوره عتابه. اي والله هلا هلا. تلاقيكم على المحب حللنا، على دارك يا عادل لما حللنا، وتلاقيك على المحب حللنا. وشو ما تفصل منلبس، شو ما تفصل منلبس حللنا، وشو ما تطلب بلب الطلب. ترميني بلحظة، ترميني
بكرة رح ترجع ندمان تعضعت صبيعك تترجاني يا خوان اني ما بيعك بكرة رح ترجع ندمان تعضعت صبيعك تترجاني يا خوان خوان بيعك بالعربي الفصيح كل شي بوقته منيح بالعربي الفصيح كل شي بوقته منيح بالعربي الفصيح بالعربي الفصيح وحياتك والله ابن مات رح بتلاقيني وحياتك والله ابن مات رح بتلاقيني وحياتك والله ابن مات رح بتلاقيني يا حبيبي ما احلاك يا عيني عليك بلش يقلب الديكور علي برنامجك حقق نسبة مشاهدة عالية بلبنان الحمد لله كتر خير رب. شو أقولك ليش من يعني شو سبب هيدا الشيء يعني ليك بدي أقول لك عادل العالم أنا هيك قناعتي يعني هذا الشيء اللي بيشبه بعضه ملت منه العالم وكانوا مفكرين يعني للأسف كتير ناس مفكرين انه ما بقى العالم بتحب هاي الأصالة ونسيت العالم كل ما نعم تتمسك بأصالته وكل ما نعم تزداد تمسك بتراثه وتراث أجداده وتراثه فبدي قل لك عادل يعني بس أنا يعني انه كان ترتيب البرنامج انه تركوني على رياحتي ما حد يحكي معي تركوني ما تقل لي مرة بدي أقول لك شغلي لضحكك عندي ضيف هلا أنا ما بعرف قدم برامج يعني ما بعرف إنه هلق اليوم أخوك عادل عم يحاورني بس في عالم فوق مثلا إذا نسي شغلي بيذكروا يا هو فأنا عندي ضيف عادل بس أول مرة بقدم برامج شو بيعرفني فسألته سؤال ما رح أحكي مين هو الضيف المهم بالحلقات الأولى بيقول لي فوق الشباب بالمونتاج اقطعوا ادخل عليه انا واقف انا ما يعني الضيف هلا هون اني اذا بيقولوا لي عاد اقطعه بيقطعني بدون ما يحسسني يعني انه عيب يحسسني انه بيلاقي له حل اقطعه ادخل عليه والزلمه عم يحكي اقطعه قلت لك شبه لا بيفتح هلا وعندك ديوكي جوا كمان جايبين لك كم ديك جاجات وديوك جاجات كلش او لك يمكن هو نجح البرنامج لانه لانه يمكن صاروا السوريين كلهم عنا بلبنان ما كل الامريكان عنا بسوريا يعني لكن هلا شو راح يصير اللي راح يصير هلا انه بعد البريك راح نقمقش حطب انت وراح اتحدى على الديك مش بس هيك عم يطلع له كمان محضرين لك مفاجأة حلوة كتير يلا يا رب بريك ايوة نعم زميلنا رامي نعيم والشاعر حبيب وانطون يلي بيرفقوك ببرنامجك ليلى حبوا يكونوا معنا بالستوديو فالتحدي رح يكون بيني وبينك وكمان رح يكون في مداخلة خلي ما بتحدوني اوعى تحداني اوعى يلا يلا يا شباب فاللي رح بلش انا رح بلش بما انه انت ضايف اليوم علوش انا عندي طلعة لإلي هات ورح اقول لك اياها ايه يا علوش الحبيتك جوا عيوني خبيتك يا علوش الحبيتك جوا عيوني خبيتك الام تي في بيتك يا ديك يا اهلا فيك ببيتك هلا
حرام وعلمتني عالغرام عذبتني يا حرام وعلمتني عالغرام جاي الليل الى عندك يا عدل يا ابن كرم الأكرام نعيم وبو أنطون حبوا سلموا ليها العيون والأكرام نعيم وبو أنطون حبوا ترف أيسونو مطرح ما يكونوا بتكون ومطرح ما تكون يكونوا ورح منغني وين ما كنت انتو دي كي نسوي رح منغني وين ما كنت وانتو دي كي نسوي عادل دي كنك تو انت بتبقى دي كل غنية هلا دور بالعتيبة هو علق شو شو يا شباب علق ولا ما علق جايب لي جيشك معك وعم تحديني ايه انا شوف ملاديك هون مع ضيوفي يديك انا عادل وعن الحق الغني ولا يوم عادل اذا بهيدا حكي بيحكيك عادل ضروري للحكي تعمل إحسان لك أخ يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي زع 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 أنا حول المجد بدور حلقة أنا حول المجد بدور حلقة وبدينات الشمس قد وضعت حلقة وجاي لعادل تعمل وجاي مع عادل تعمل حلقة لخلي عظامك ترجف رعي فرجيني هلا قوتك رح اقول لك نص انا بيت عتيبة وكفي انت لشوف ايه عصيان لنشوف مين الديك هون لشوف حتى نشوف الو 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 شو اللي رجعك خلفي وردك ايوه حلو عادل شو اللي رجعك خلفي وردك وانا المنتظر لجوابك وردك لك لا تخلي الديب يرقد لا تخلي الديب يرقد وردك وخلي الديك يحكم بدي يا والله كنت صغير عم برقد ورا الديك وصرت كبير بقبش بالعباب يا ويلي الله شو Thank you.
كم كشلي حطب يا علوش. ابشر سوا راحت تقام قش حطب وحفله براسه ومعقاله يا حرام جعوده ذهب او فوق الحفله شياله قش حطب براسه ومعقاله يا حرام جعوده ذهب فوق الحفله شياله لا لا يا زمن لا لا ظلمت الشقرة الميالة ولك لا 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 ظلمت لك عشان ها 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 ولك إجاك الموت يا تركي يلا الله لا يوافق هلا صوبت ديبار ميوها والله يبعد لهم بلا حرقوا قلبي كرما سفرت أستراليا صار في كتير عليها قالوا إيل وحكي خبرنا مظبوط شو صار لك اسمعوني سفرت أستراليا في واحد حاقد على الإنسانية كلها شخص يعني ما في وصف بقدر بوصفه فيه لأنه عالم الوطن هو شرف وكرامة الوطن وشرف وكرامة البني آدم كل إنسان علم وطنه ما بيزينه غير علم وطنه وليكم هاي علمنا هاي علمنا إجا شخص أنا عم غني بالحفلة ما شفته أنا شفت عم تشتشد هو وحدي أنا على فكرة أنا أجيت طلعت صرحت نفس اليوم شو اللي صار معي صرحت بس ما كنت بعرف إنه في هجمة على الفيسبوك كمان يعني المهم هذا الشخص اللي دع اللي شد العلم من بنت ودعس على العلم هو شو صار على المزبوط في شاب إجا قرب على بنت كانت حاملة علم بنت حاملة علم بالحفلة إجا علي شاب من بين ما بعرف لم من وراي من قدامي وأنا كنت أنا وحيدر ويوسف ووسام نحن ثلاثة ايه ثلاثة ماشي والشاب راح
راح من بين العالم يعني راح هو راح اختفى اجا هو اخذ العلم ومعرض اي شخص ليوقف بهذا الموقف اي شخص في العالم معرض انه تصير معك وانت ثلاثه شو بدك يعني وهرب وراح فمعرض انت ولكن اللي اكبر منه اللي نزل معه شريكه اللي نزل اول منشور نزل اول منشور على الفيسبوك شو كتب علي الديك شالوا العلم ودعسوا على العلم ورجع غنى بالحفله انا بقول له هلق من عندك عدولي بقول له خسئت انت وامثالك علي الديك يطلع يغني بعد ما تدعس على عالمه واتحدى ليك انا هذا الكلام له لبعد مليون سنه الكون كله ها اتحدى الكون اذا واحد بيجيب نص دقيقه علي الديك غنى كلمتين انا وقت اللي كنت عم قلن حلوا مشاكلكم برا وخلوها هي كلها صارت دقيقه يعني نص دقيقه هسه ما بعرف انه علام ولكن وقت اللي عرفت العلم انا طبعا ما غنيت هون بس بعد ما عرفت فورا مباشره ولا حرف ولا كلمه مشي عم قلن خلص حلوا مشاكلكم برا بيجي وسام بيقول لي لك قال لي هذا شد العلم ودعس على العلم يا لطيف انا هون يعني صابطني جلطه يا زلمه هذا علم يا زلمه يا معتوه لك هذا علم وطني وين رايح انت وين عم تخبص جيش العالم طلع هو ذكي يعني سهل اختراق العالم اللي بتحبك كمان دخل بين العالم بيني وبين العالم اللي بتحبني انه علي الديك غنى وعلي وانا يعني انا اللي ما بطلع ولاي بالعالم غير حامل هذا العالم كل حفله بدي احمل علم وطني الله يحمي ليكوا يا جماعه الله يحمي سوريا وجيش سوريا وشعب سوريا ودفاع الوطن سوريا ولبنان وجيش لبنان العلم انا جبته معي علم وينه وينه اعطيني هذا العلم هذا علمي هذا العلم وحياة المصحف هذا هو العلم بس أنا ما رح سوي بطل قومي وشيل العلم أنا شلت العلم ضبيته يعني وقت عرفت العلم شلت العلم ضبيته وحطيته بي 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 بكيس ومشيت أنا لبرا لأنه العلم يعني حرب كبيرة فأنا بقول له للي هذا العلم اللي كلم بالحفلة هذا العلم اللي كان بالحفلة هذا اللي هذا الشاب اللي جاء وقتها أشرطه للبنت ودعا أشرطه للبنت وصار يقول العلم خزق العلم هو لا هو سحب العلم من ايده ما بعرف شو سوى ومشي ولكن بقول له لهذا العلم لهالعلم انا بقول له عبر كون وعبر عبر شاشتك بقول له يا علم وحياتك صغيري يا كبير صغيري كثير هاي اللي سواه هذا دل على حاله انت اكبر منه واكبر مني واكبر من العالم هذا العلم وانا اكثر شخص في العالم جبروت يعني انا يعني احنا لك لقلك لك شغلي يعني انا شخص بعمري لا ما في شيء بيرهبنا ولا في شيء بيخوفنا ولا احنا مع الحق ومع السلام وانا بقلك الحمد لله بلشت المصالحه الوطنيه ببلدنا تصير ويا رب العالمين نحن انا كشخص بدعي الى السلام وللمحبه يرجعوا لحضن الوطن لانه اللي عمل هيك بالعلم ما نو سوري شوف ها ما نو سوري كل واحد حمل سلاح او طلع او نزل شوفوا شو واحد ما نسوري دعس عالم كن رجعوا للوطن لحنا بحاجتكن والوطن بحاجتنا والوطن ما بيبنى غير بإيدنا وإدكن والله يحميكن ويحمي سوريا والجيش والشعب نحن كمان أنا بدوري كمان بقول أنا يعني خلص بقى تعبنا أكثر بتعب الشعب السوري الله يزيل الشدة بقى يعين عليك وأنا بدي وجه تحية كبار للشعب السوري كله يعين عليك ويا علم سوريا الحبيب لا يعني والله العظيم علوش. طلعت بس لقل لك شغلي عادل طلعت أول شيء يعني أنا ما بعرف شو فيه ما تاري هذا المعتوه منزل على الفيسبوك قال والله غنى على الديك انت وين عم تخبص بالوحل ولك أنا ابن اللاتقية أنا ابن شارع الجمهورية ولد انا ما بغني ولك انا عاسر واحد في العالم يخليني عسيرة الاعلام علوش نعم عسيرة الاعلام احنا بعد قريبا نبلش كاس العالم المونديال انت نعم. مع مين بكاس العالم مع البرازيل محضر شيء غنيه للمونديال دخلت
للبلازي؟ ايه؟ شو مفكر مشارك فريق تشرين تبع اللاتكو؟ شو بدك؟ شو الأكل المفضل؟ شو الأكل المفضل عند علي الديك؟ الدجاج على أنواعه؟ لا أنا الديك الديك شو بياكل؟ الديك شو بي شو الأكل المفضل؟ برغل، بحب البرغل، أنا بحب البرغل ليك، بحب البرغل وبحب الأكلات الزيت يعني مطبق الباذنجان، اليقطين، الكوسة، السمك. ما بتحب السمك؟ شفتك أنا وياك التغينا عم نضرب سمك ومتخبى بزاوية وأنا علي بدي اقول لك انا يعني عن جد لا يمل منك ومن صوتك والله دخيلك بوجه تحيه عبرك نعم لضيعتك الحلوه يا حبيب قلبي يا عمري انت يا حسين الحسن يا ابو محمد يا عمري وكمان مره معلش رجع وجه لي تحيه كثير كبيره لكل الشعب السوري الحبيب فردا حبيبي طار عقلي لأنه عن جد اتصل فيني صديقي إيه؟ من القرداحة اسمه حسام خيربيك إيه؟ قال لي وقت ما شفتوا لحسين مع عادل كرا إيه؟ قال لي مجننا بيحبوك حبين العالم قلت لي اوعى تحبوه أكثر من برنامجي بموجه تحية للقرداحة لكل سوريا لأنه عن جد هالكلام المعسول بيجينا على الفيسبوك وعلى كل وسائل التواصل الاجتماعي أنا بوجه لكم تحية وبوسة يا حبيباتي علي بنهاية برنامجنا بدنا نوجه لك نقدم لك سوفونير يلي هو يا حياتي انت علي تذكار مشاركتك بالحلقة معنا حبيبي مع صور هيك علوش صغير ان شاء الله بيسلموا الايدي حبيبي وبعد كيف هي كمان ما في شيء من قيمتك طبعا يا حياتي مجوهرات مكرزل تقدم لك ساعة شكرا يا عدول يا حبيبي طبعا ما في شيء مثلك وكمان بدنا نقدم لك انا شخصيا بدنا نمشي لخير رب ولا عدول يرزقك معلش انا رح افتحها هيدي بس للشيوخة واولاد الاصل عيني حياتي يا عادل هيدي بس ان شاء الله بيعيشوا ايدي شكرا 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 يا حبيبي انت هلا بدي فرجيك شو جاي من اخيك عادي فرجو بدي اعلمه قصه كبيره يلا انا جايب له المنجل ان شاء الله هاي للحصوده هاي للحصوده وهي المنكوش مشان هذا المنكوش هذا المنكوش من علوش وهي 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 مشان ما تصيبك شمس بتحطها لهي على راسك هيك وبتنزل يا الله حبيبي يا عدولي احلى ضيف على الديك الله يحميك الله لا يحرمني عيونك يا حبيبي والحصود لك عودي عديان
وطلبت منها بوسي، قالت بيشوفك بي، وطلبت منها بوسي، قالت بيشوفك بي. بعد عيني وعادل نحن بعهد الحر. بلاد الغربي لك تبري سالي، اشرح لأمي شو صار بحالي. يلا يلا وان شاء الله بتوصل عند الغوالي، وان شاء الله بتوصل عند الغوالي، تنقل لعيونهم شوق المكنون. بدنا نقول مبروك لأنطوني فرنجية يلي أخذ سيلفي. ليك ملا سيلفي مع الدجاج وراه
يعني انت بكفيك صوتهم وكل وقت عن جد مهضومة السالفة. بنقول لك ألف مبروك يا أنطوني، بتربح رحلة على أولو دينيز بتركيا فول بورد من عند بركات ترافل. والأحلى من هيك أنه هاي الرحلة هي لشخصين، مش لحالك، فيك تاخد جيجي معك. بس أنا بأكد لك أنك أنت رح تروح على محل كثير حلو فعلا. أولو دينيز هي جنة بتركيا، أنا رايح لمرتين فعلا، أنه رحلة رح تنبسط فيها. وكمان بيربح معنا إبراهيم هدام دوك تريتس من عند فيتا كرافت. هيدي فيري كرييتيف سيلفي على فكرة، هو وصاحبه مع بيسي وبوبي. مبروك إبراهيم دوك تريتس من عند فيتا كرافت، يعني أكل للبيسي والبوبي على وتويز وكل شيء على شيء سنة، على شيء سنة ببلاش يعني. يعني البيسي والبوبي عم بيلعبوا وياكلوا ببلاش، شالهم عن ظهره. وكمان اسمحوا لي اتشكر اليوم حضور معنا بالاستوديو الجمهور، احلى جمهور، جمهور الجامعة اللبنانية فرع طرابلس. بعتقد هي مجموعة كليات مع بعضكم، بس اكثر شيء كلية إدارة الأعمال، اهلا وسهلا فيكم. يعني بوش التقدير هلا بدي نسيح حسين، بدي اتشكركم على التقدير، يعني فعلا عربون شكر وتقدير ومحبة للفنان عادل كرم طلاب الجامعة اللبنانية. أنا بدوري بدي أتشكر كل اللي عم يحضرونا ببيوتهم وعم يتابعونا على السوشيال ميديا، بدي لكم خليكم عم تتابعونا على السوشيال ميديا هيدا حكي، وبدي لكم إنه هيدا حكي كل ثلاثة 9:30 بس على ام تي في، وهيدا جمهور وهيدي حلقات. أهلا وسهلا فيكم.